إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أحبائي في الله، فمع تتمة آداب المجلس والجليس من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، نعيش في هذا الصباح بمشيئة الله عز وجل. اقرأ يا عبد الرحمن 32 و800. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة يتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيبه من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، انظروا هذا الفضل لمن أكرمه الله عز وجل في يوم الجمعة وأتى بهذه السنن. الشاهد الذي من أجله ساق الإمام النووي هذا الحديث أو ذكره هنا هو: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، بين اثنين. هذه العبارة واضحة أن من حق هذا الرجل الجالس في صلاة الجمعة وهو ينتظر الخطيب ألا تفرق بينه وبين جاره بأن تجلس بينهما أو أن تضايقهما. لكن باقي الأشياء هي من السنن والآداب في يوم الجمعة، فمن يذكر السنة الأولى والأدب الأول فيما يتعلق بآداب المجيء إلى صلاة الجمعة؟ واحد، الاغتسال للجمعة، الاغتسال للجمعة. اثنين، أن يتطهر ما استطاع من الطهر. نعم، أن يتطهر ما استطاع من طهر، يعني هنا ليس فقط اغتسال، وإنما هنا عناية بالغسل بحيث تكون من أكمل أنواع الاغتسال. ثم بعد ذلك، ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته. نعم، إذا يتطيب من الطيب إن وجد، فإن عجز فعليه أن يذهب إلى طيب زوجته. وماذا يختلف طيب الرجال عن طيب النساء؟ ماذا يختلف طيب الرجال عن طيب النساء؟ طيب الرجل يشمه من في الخارج، أما طيب المرأة لا يجوز أن يشمه. طيب الرجال ظاهر لونه، ظاهر رائحته، خفي لونه. طيب الرجال ظاهر رائحته أو ظاهرة رائحته، خفي لونه. وطيب النساء ظاهر لونه، خفي رائحته. يعني طيب النساء هادي ناعم، وطيب الرجال قوي فواح. لكننا نرى أن في هذا الزمان انقلبت الموازين، فأصبح يذكر طيب النساء ماذا يا أبو عبد الرحمن؟ أنه فواح وقوي وظاهر، بينما هو في الأصل أن طيب النساء هادي خفي خفيف ناعم، من العبارات التي يستخدمها الناس. وطيب الرجال قوي ظاهر. أما في هذا الزمان فأصبح طيب الرجال ناعم وطيب النساء قوي، وهذا حقيقة على خلاف الأصل. ثم ذكرنا أنه لا يفرق بين اثنين، وبعد ذلك ما هو الأدب؟ ثم يصلي ما كتب له. ما معنى يصلي ما كتب له؟
من النافلة أنه يبكر في المجيء إلى الجمعة قبل أن يصعد الإمام على المنبر، فيبدأ يتنفل، يبدأ يتنفل ركعتين أربعة ستة. ورد عن ابن عمر أنه كان يتنفل ثمانية، والسلف صلاتهم فيها اطمئنان وفيها تروي، فثمان ركعات باطمئنان وتروي. فيوم الجمعة يوم التزكية، يوم زيادة الإيمان. ثم بعد ذلك الأدب الآخر واللاحق، وهو ثم ينصت إذا تكلم الإمام. نعم، هذا لابد أن ينتبه إليه من يحضر الجمعة، وهو الإنصات. أولا الإنصات يظهر بماذا؟ واحد أولا بالتزام الصمت والسكوت، أحسن، فلا يتكلم لا مع هذا ولا مع ذاك، ولا يرد على هاتف، ولا يبعث رسائل، ولا. إذن أول سكوت. اثنين عدم النوم. اثنين لا يعبث. ففي الحديث من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. وكما أشرت قبل قليل، فبعضهم يعبث في صلاة الجمعة يا جماعة، يرسل رسائل واتساب، يرسل رسائل على الفيسبوك متى؟ في وقت صلاة الجمعة. وهذا من اللغو، وهذا من العبث، هذا من يخشى أنه يؤثر على صلاة الجمعة تأثير يجعله يطالب بإعادة الجمعة كامل يصليها ظهرا. فالأمر ليس بسهل، يعني الأمر مخيف. فلابد من الإنصات، والإنصات يكون بالانتباه والسكوت وعدم العبث. ماذا يكافأ هذا الشخص؟ ما هي المكافأة؟ إلا غفر له ما بين نعم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الفضل من الله. من منا لا يخطئ كل يوم؟ هذا يكافأ بمغفرة الذنوب. نعم، الحديث التالي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم، ما معنى يفرق بين اثنين؟ اقرأ الرواية التالية. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. نعم، أي لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. فلابد من التنبه، هذا من آداب الجلوس. ولما هذا الإذن؟ ولما هذا الإذن؟ الجواب: لما هذا الإذن؟ حتى لا يفرق بينهم، لأن هذه المجالس تعتريها الخصوصية، فبالتالي كيف تجلس بينهما دون أن تستأذن؟ الأمر الثاني، هذا ليس في المسجد، لا غير محصور بالمسجد، هذا في أي مكان، فبالتالي يحتاجون أو يريدون التوسع، ويريدون أن لا يكون هناك ضيق في المجلس، لا أنهم متفرقين، وإنما أحدهم يريد أن يمد رجله وذاك يريد أن يمد يديه. فبالتالي لابد إذا أردت أن تجلس بين اثنين ألا تجلس إلا بإذنهما، لأن المجالس تعتريها واحد الخصوصية، اثنين أنه يريد أن يمد رجليه أو يديه أو يستلقي وما شابه. نعم، الحديث التالي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. نعم، هذا حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلقة
اللي ينبغي لنا أن نفهم أنها تسبب الفرقة. فنرى بعض الناس إذا أرادوا أن يجلسوا جلسوا في شكل حلقة، وهذه الحلقة ما بها فارغة، فيحصل التباعد. والسنة هي التقارب، السنة هو التقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال: لا ما لي أراكم عزين، في صحيح مسلم، ما لي أراكم عزين أي متفرقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم من الشيطان، إن تفرقكم من الشيطان. فالتفرق من الشيطان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. نعم، فبالتالي نحتاج أن نجلس مجالس فيها توسع ولا ضيق فيها. وهذا التوسع وهذا الوسع أولا من سعادة بني آدم، فالبيت الواسع من سعادة بني آدم. اثنين، يعين على طول الجلوس والسلام. ثلاث، بإذن الله يسبب عدم نقل الأمراض إذا كان هناك من هو مريض. وهكذا فيه فوائد للبيت الواسع والمجلس الواسع، لا أن نكون متفرقين لكننا في مكان واسع. نعم. حديث التالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك من مجلسه ذلك سبحانك اللهم. بدك توقف من مجلسه ذلك. من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. نعم. إذن هذه مكافأة وهذه رحمة من الله جل في علا لنا نحن البشر الذين نخطئ ونذنب ونلغو ونغلط ويكثر اللغط عندنا، أننا في نهاية المجلس إذا قلنا هذا الذكر فهذا بمشيئة الله يسبب كفارة المجلس ويسبب محو الذنوب الذي ارتكبناها أثناء هذا المجلس. فمن يحفظ هذا الذكر الذي يسمى ذكر كفارة المجلس أو دعاء كفارة المجلس؟ تفضل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من يعيده؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. أنت؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. أنت هناك؟ أشهد أن لا. شو أشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من يساعده؟ تفضل. دعاء كفارة المجلس. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. شو اللهم؟ ما في. خلينا على الرواية اللي معها، إحنا بدنا الروايات ما شاء الله. صرت البخاري لا تذكر الروايات. خليك معي خليك معي خليك معي. تفضل. مين يحفظ دعاء كفارة؟ تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فقط هذا تكافأ بماذا؟ إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذه بشرى له ومكافأة له. نعم. الحديث التالي. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة
إذا أراد أن يقوم من المجلس بآخره نعم بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. نعم هذه رواية أخرى تؤكد أن هذه كفارة المجلس. نعم حديث التالي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. اللهم أقسم اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نعم من لا يرحمنا. انظر هذا الحديث أيضا، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المجلس، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المجلس. فانظر القسم الأول، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إذن ما الذي يحول بين الإنسان وبين المعصية؟ ما معنى يحول؟ يمنع. ما الذي يمنعك من المعصية؟ ها واحد، خشية الله. إذن فقط هي خشية الله. أما أن تقول الأخلاق والضمير فهذا سرعان ما يتغير كحال ذاك الشخص والعياذ بالله عند الكفار الذي كان شرطيا فانطفأت الكهرباء فأصبح لصا. لما؟ لأنه لا مخافة لله عز وجل عنده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المبشرين، أو عفوا عمن يكون في ظل العرش يوم القيامة، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الشرطة، أخاف الأمراض، إني أخاف الله، إني أخاف الله. فإذا مخافة الله هي الذي تمنع من المعصية. ولذا إذا جاءك شخص تارك صلاة فاعلم أن هذا الشخص لا تستبعد عليه أن يفعل أي فعل محرم، فيسهل أن يسرقك، يسهل أن يخلف الوعد، يسهل أن يكذب، يسهل أن يقتل. لما؟ لأن الصلاة هي من أكبر معايير معرفة الشخص عنده مخافة الله أو لا. إذن هذا الشيء مهم جدا يا جماعة. فلذا نسمع بعض الناس عندما يقول فلان محترم لكنه لا يصلي، هذا كلام متناقض. تارك الصلاة غير محترم، هكذا ينبغي أن يكون شعارك، تارك الصلاة غير محترم. فإذا كان الذي لا يصلي محترم فلم يبقى أحد إلا وهو محترم. تارك الصلاة غير محترم، تارك الصلاة لا يؤمن جانبه والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم من تاركي الصلاة. ثم قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. دخول الجنة بماذا؟ من يعرف يرفع يده. دخول الجنة بماذا؟
برحمة من الله. برحمة الله. ما الدليل أن دخول الجنة برحمة الله؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يدخل أحد الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. أحسنت. إذا دخول الجنة برحمة الله، فأولا كما في الحديث الصريح: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا دخول الجنة برحمة الله. أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ فدخول الجنة بمن من الله جل في علاه. طيب، هنا ذكر أن دخول الجنة بالطاعة، فكيف الجمع؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهنا يذكر أن دخول الجنة بالطاعة. ما هو الجمع بين النصوص؟ ها تفضل. أن هذا يعني بسبب الطاعة، وهي والأمر راجع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يسر له أن يتخذ السبب حتى يكون نتيجه. هناك: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. هذه تسمى باء العوض، أنه العمل ليس عوضا لدخول الجنة، وإنما هو الثمن، هو رحمة الله. بينما هنا بطاعة الله، أو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هو باء السبب. باء السبب. فإذا باء السبب: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففهمنا إذن الآن أن الباء هو باء السبب، فندخل الجنة بالسبب، لكن الثمن هو رحمة الله، هو رحمة الله. طيب، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ما هو تعريف اليقين؟ ما هو تعريف اليقين؟ بس هم الأربع خمس أصابع، ما في جديد؟ وإن شاء الله يجاوبوا صح. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل. ما هو تعريف اليقين؟ العلم. من يساعده؟ رضا عن أقدار الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليقين هو الحق. اليقين هو الحق، لا إله إلا الله الحق. فمن يساعده؟ اليقين ضد الشك. نعم، اليقين ضد الشك. اليقين ضد الشك، وهو الإيمان الذي لا يعتريه الشك. الآن اليقين درجات. اليقين الذي هو ضد الشك درجات. فأقل درجات اليقين، أقل درجات اليقين، أصابع جديدة ما في، نرجع للآخر اللي هون، علم اليقين. فأذن أنت تعلم الشيء فلا تشك أبدا. ثم الذي أعلى؟ عين اليقين. بمعنى تعاين الأمر، تراه بعينك. ثم بعد ذلك الذي هو أعلى وأعلى، حق اليقين. ولذا ابن القيم يذكر مثالا على ذلك فيقول: من قال لك عندي عسل وهو صادق لا تعرف عنه الكذب، فعندها أنت توقن أن عنده عسل، أنت على يقين، فهذا يسمى علم اليقين. لكنك إذا رأيت العسل فهذا يسمى عين اليقين. فإذا أكلت من العسل
فهذا الذي يسمى حق اليقين. ليش اسمه حق اليقين في الأخير هناك؟ لما ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله أيها المفترس. لأنه عايشه بالأكل، وكذلك دخول الجنة أنت على يقين أن هناك جنة، فلا شك عندك. لكنك عندما ترى الجنة يكون عندك ماذا؟ عين اليقين. فإذا أكرمنا الله ودخلنا الجنة فهذا يسمى حق اليقين. طيب بناء على ذلك، لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى؟ أصبح الجواب معروفا ومفهوما. لما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله أن يريه كيف يحيي الموتى؟ أصبح الجواب واضح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. حتى يرتفع بيقينه من علم اليقين إلى عين اليقين، بل إلى حق اليقين. فهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده شك؟ لا. الجواب لا. ولذا بعض الناس عندما تتعامل معه فيقول لك، تقول له انت شاكك، يقول لك لا يا اخي انا مش لكن بلى ولكن ليطمئن قلبي. اذا هذا شاكك، هذا وجعل الآية في غير مكانها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليطمئن قلبي، اي ليزداد ايماني من علم اليقين الى حق اليقين. اما انت الان انت شاكك في كلامي، كيف بتنزل الآية في غير مكانها؟ فهذا خطأ كبير وافتراء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ ما يا أخي اكتب قاعد في الدرس بتتفرج علي، اكتب ما معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش أصابع جديدة؟ تفضل. نعم، أي لو كان هناك شخص سوف يشك لشككنا نحن قبل أن يشك إبراهيم. وهذا ماذا يسمى في اللغة؟ نعم، هذا يسمى الربط بالمحال، أي هذا مستحيل أن يشك إبراهيم. فبالتالي نحن مستحيل أن نشك نحن حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما معنى يلج الجمل في سم الخياط؟ حتى يدخل في خرم الإبرة. وهذا شماله مستحيل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا مستحيل. فانتبهوا إخواني في الله إلى هذه الملاحظات المهمة التي كنت آمل من بعض إخواننا أن يكتب، ولكنه يفرح برؤيتنا ونحن نفرح أيضا برؤيته، لكننا نجمع بين الفرحة والعلم بالكتابة. وحياكم الله ولا تهونا. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. إذن هذا دعاء أن تنعم بنعم الله الذي أعطاك إياها. وكيف ينعم المؤمن بالنعم التي أعطاه الله إياها؟ كيف ينعم المؤمن بالنعم التي أعطاه الله إياها؟
أحسنت أن يستخدمها بطاعة الله عز وجل. هكذا النعم، مال يستخدمه في طاعة الله، فتجده عنده إنفاق في سبيل الله عز وجل. لا يفكر كما يفكر العوام، مين يكون عنده سيارة أحسن، ومين يكون عنده شقة، ومين يكون عنده بيت وقطعة أرض. هذا لا بأس به إذا كان زائدا عن النفقة في سبيل الله. فكثير من الناس أنفق في سبيل الله، يا أخي بدنا نشتري لنا سيارة، أنفق في سبيل الله، والله بدي أحوش أشتري لي قطعة أرض، أنفق في سبيل الله، والله بدي أحوش أشتري لي شقة، أنفق في سبيل الله، علي أقساط. هذا لسه أنيل، تستقرض وتعيش في سداد الأقساط، لا أتكلم عن الربا، فهذا يؤذن بحرب من الله. لا تدخل نفسك فوق طاقتك، فبالتالي تعيش مع الديون والهم والقلق أنك لا تسد الذي عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. ثأرنا، ما معنى واجعل ثأرنا على من ظلمنا؟ واجعل ثأرنا على من ظلمنا، نعم، انتقم لنا يا ربنا ممن ظلمنا. الظلم ظلمات يوم القيامة، دائما نم مظلوما ولا تنم ظالما. وانصرنا على من عادانا عدما. لا حول ولا قوة إلا بالله، عاد المسلمين. فما بنفع تدعي هذا الدعاء لمسلم، قل هذا المسلم آذاني وانصرنا على من عادانا. لا يا أخي جزاك الله خير، هذا لا صلة له بالموضوع، هذا فيما يتعلق بمن عاد المسلمين بالكفر المجرمين، وليس بإخوانك المصلين الموحدين. أخطأوا معك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ماذا تستفيد إخواني في الله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا؟ ماذا تستفيد من هذا؟ نعم، أعظم مصيبة التي تكون في الدين. وكيف تكون المصيبة في الدين؟ كيف تكون المصيبة في الدين؟ نرجع إليك. تكون أولا أن ترتكب المعاصي بعدما أكرمك الله بتركها. اثنين، أن تترك الطاعات والفرائض بعد أن كنت تؤديها. ثلاث، أن تبدأ تترك النوافل والسنن بعد أن أكرمك الله بتطبيقها. فإذا وجدت نفسك كنت تحضر في الأسبوع 5 دروس فأصبحت تحضر 4 دروس، فهنا بدأت المصيبة في دينك. طب مش لاقي درس خامس، أنت روح درس، حتى لو درست الأطفال، حتى لو صححت للعوام الفاتحة، ادخل على الدكان قل له شو رأيك نصحح لبعض الفاتحة. وهكذا. فبالتالي اسأل نفسك، هل هناك طاعة كنت تؤديها ثم أنت الآن لا تؤديها؟ فأنت الآن في مصيبة. كنت تكتب ثم لم تعد تكتب، كنت تشتري كتب ثم لم تعد تشتري كتب، كنت تصوم الاثنين والخميس ثم لم تعد تصوم الاثنين والخميس، إذن هذه مصيبة. فكيف إذا كان معاصي؟ معاصي وين؟ والله سأدفع مال لأسافر هنا وهناك. طب حج، خلص لبعدين يا شيخ. عمرة، لبعدين.
نفقة من أجل الدنيا وليس نفقة في سبيل الله عز وجل. نعم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ما معنى أكبر همنا؟ لا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعم، أقصى ما نتمنى وأقصى مطلوب عندنا. شو أقصى مطلوب عندك؟ والله يا أخي أربي هالأولاد وشوفهم معهم شهادات وبيشتغلوا موظفين، وهذا أقصى ما أتمنى. أعوذ بالله، هذه الدنيا أكبر همك، أكبر همك الدنيا الفانية. ماذا تريد؟ نريد طاعات، قربات، نتمنى عزة الإسلام والمسلمين، نتمنى أن ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان، نتمنى أن يعز أهل الطاعة ويكرم أهل العلم وطلاب العلم. في زمان أصبحت الطاعات ليست بعزة، بل أهل الذل يسمون النجوم. النجوم يا جماعة وهي راقصة أو ساقطة تسمى نجم، أمة نجمها الراقصات كيف تفلح؟ أمة نجمها العلمانيين الذين يطالبون بعزل الدين عن الحياة كيف تفلح؟ فيا إخواني في الله، هذه مهمة، ألا تفكر في الدنيا كثيرا، فكر في آخرتك. أتمنى شهادات دنيوية أقصى ما أتمنى، هذا أقصى ما تتمنى؟ اسأل نفسك ما هو أقصى ما تتمنى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي كان هناك من يتسابق، وكان أحدهم جالسا، وكان يوما شديد الحر، فجاء جلوسه في مكان الناس يتسابقون، فإذا بشخص يسأله من سبق، يظن أن هذا الشخص ينتبه إلى المباريات ومن يسبق، فقال له يا هذا من غفر الله له فقد سبق. إذن من الذي يسبق؟ من غفر الله له فقد سبق. تعجب من هيك جواب، فرأى قالوا طب ماذا تشتهي، ماذا تحب أن آتيك؟ قال ذكر الله أشتهي. سهل، ما بدي منك إشي، إذا أردت شيئا أطلبه من الله. يقين وثقة بالله وتعلق بالله وليس تعلق بالأشخاص. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما شاء الله، إذا تكلم في الحدادة يتكلم بطلاقة. قل له ممكن تذكر لي خمس كتب، أسماء خمس كتب مع مؤلفيها مع محققيها مع دار النشر فيما يتعلق بصفات الله من كتب السلف؟ قلت لا والله. طب ممكن تحكي لنا عن الإحدادة؟ أوه بس كتش إذا بدي أحكي لك عن الإحدادة. طبعا النجارة، أوه نجار يتكلم عن الدنيا. طبعا الخضرة والفواكه، أوه خضرجي، الأسعار طلعت، الأسعار نزلت، الأنواع كذا، البرتقال أنواع، البرتقال أنواع، إحنا هالعب بنفغمها؟ لا توين والله ما أنت فاهم يجي يا شيخ، البرتقال أنواع ينقسم إلى 1 2 3 4 5. أوه خلص أنا بعرف برتقال وخلص، بديش هالدنيا بتاعتك. طب هات لك كيلو بطاطا، إيه البطاطا أنواع، أنواع ما بلزمنيش، ما بدنا هذا العلم. طب شروط لا إله إلا الله، هو لا إله إلا الله إلها شروط يا شيخ؟ زي ما أنت بتقوله البطاطا هي أنواع، هو بقول لك شروط لا إله إلا الله؟ ايه يا اخي، طب ما في مشكلة، اذكر لي خمس قواعد من قواعد الامر عند الاصوليين.
أمرك على رأسي يا شيخ، أمرك على رأسي، هذا اللي بعرفه. شو أمرك على رأسي يا شيخ؟ أكبر همنا الدنيا، أكبر همنا، لكن الدين ما في مجال. طب شو المشكلة؟ تحفظ الدلالات عند الأصوليين. ما هي أنواع الدلالات؟ اسأل نفسك ما هي أنواع الدلالات عند الأصوليين؟ ما هي قواعد النهي في الشرع؟ ما هي قواعد الاتباع؟ علم شرعي تتعلم دينك. أما جاي تقول لي البطاطا أنواع والبرتقال أنواع والبندورة أنواع، أخلي لك إياه هذا العلم، ما بيهمني. فاسأل نفسك ما هو علمك الذي إذا تكلمت به تكلمت بطلاقة، هل هو النجارة؟ هل هو الحدادة؟ يقول لك بدك خشب، الخشب أنواع. يا زلمة سوي لنا خزانة، بدنا نستر. شو الخشب اللي بدك إياه؟ في مقاسات وفي أنواع وفي حشوات وفي أخبط هيك وقيم وحط، لا 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 لا، وفي حفر وفي أبصر إيش وزم. إذا مبلط لها الغرفة، البلاط أنواع، يقسم إلى سبعة أقسام. ها، إذا تكلم في الدنيا تكلم إيه؟ بطلاقة. طب ممكن تذكر لي خمس كتب من كتب فقه الحنفي؟ طب متون الحنفية بتقدر؟ طب متون المالكية، متون الشافعية، متون الحنابلة؟ شو يا شيخ ليش بتحكي لي هالحكي؟ أنا بيني وبينك إيش؟ بتحكي لي هذا الحكي؟ إذا ما بعلم فيك لو سمحت. طب ممكن تذكر لي خمس كتب من كتب الجرح والتعديل؟ كتب الضعفاء؟ كتب الأحاديث الموضوعة؟ لو سمحت يا شيخ، والله ما أنا فاهم شو بتحكي. احكي كلام عربي. وأنا شو بحكي؟ بحكي معك عربي. أما إذا اسأل نفسك إذا تكلمت بطلاقة بماذا تتكلم؟ هل تتكلم بالدنيا أم تتكلم بأمور الآخرة؟ فإذا كنت ممن يتكلم بأمور الدنيا بطلاقة فاعلم أنك في وضع خطر ولا مبلغ علمنا. يا جماعة طالب جامعة بتدخل عليه شو بتدرس؟ بدرس هندسة. شو الكتاب اللي بين إيديك هذا الضخم 1000 صفحة؟ هذا يا شيخ كتاب كالكولاس رياضيات 1000 صفحة، لكنه هذا ولا بهز فيه طرف. إلي 4 أشهر بدرس فيه وحافظه زي اسمي ما شاء الله. طب هل جنبه صحيح البخاري؟ شو رأيك؟ صحيح البخاري أي صار عمري 20 سنة والله ما قرأت قراءة. جاي تقول لي عفوا، للدنيا إقبال شيء كبير، للدين ما في ولا مبلغ علمنا. هذا حديث مزلزل للذين عندهم ديانة واستقامة. اسأل نفسك بماذا تتكلم بطلاقة، عن الحجار ولا عن العلم، عن دين الله؟ تكلم عن محاسن الإسلام لا تستطيع أن تتكلم 10 دقائق، أما محاسن البلاط بحكي لك 2 ساعة محاسن البلاط. أما عن أنواع السيارات وكل سيارة شو إيجابيتها، كنا مرة طالعين عمرة فطلع معانا شخص تاجر سيارات، أهلا وسهلا، فإذا به يتكلم مع شخص آخر عن السيارة. قال له عندي السيارة الفلانية. قال له شو نوعها؟ شو موديلها؟ فتحة من فوق، فتحة من تحت، مش داريش. سألوا، إذا ما سألوا سألوا 20 سؤال، وقال له بناء على كل جواب على سؤال بعطيك تقييم لإيش؟ للسيارة. كله علم إيش؟ دنيا. علم دين زهد. وين ابنك موديه؟ أنا والله وديته على أوكرانيا أيام ما كانت أوكرانيا، وديته هناك يدرس طب هندسة. قديش راح يغيب؟ 5-6 سنين برجع بشهادة. طب ابنك الثاني شو رأيك توديه يتعلم دين الله؟ يا شيخ هاي ما بالطعم خبز، ما بالطعم خبز. وبرجع هذاك لا بخبز ولا بحمص ولا حول ولا قوة، أو برجع له بشايف حاله عليه وبتكبر عليه. شو بفهمك يا ابا انت؟
شو بفهم ليه؟ أنا اللي بعتك تتعلم. توكل على الله. إلا هو رميله كلمتين بالروسي ولا بالأوكراني ولا شو بتحكي؟ هيك لغة العصر يابا. أنت يلا من نتحملك كبار السن. أنتوا دقة قديمة. دقة قديمة؟ والله ما دقة قديمة فعلا. إحنا دقة قديمة. لا أقدم راسك ولا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدنا نحكي على ولا مبلغ علمنا؟ طب ماذا يتسبب في ذلك؟ ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إذا من أسباب تسلط أعداء الدين علينا هو الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. اسأل نفسك البارحة، هل قرأت في كتب أهل العلم؟ هل قرأت؟ إذا أنت طب هل انشغلت بالدنيا الفانية؟ نعم. أما كتب أهل العلم، كتب أهل العلم والله يا شيخ كتبت على اليوتيوب طلع لي أبصر إيش أبصر شو طب. الكتب تشكو إلى الله أنها لا تفتح. يا جماعة مكتبة أمانة العاصمة اللي كان ما في مكان تجلس فيه مليانة غبرة صارت. طالع جيل بقول لك أنا فهمان، أي معلومة بدك إياه بطل لك إياه. دقيقتين، شو دقيقتين؟ دقيقة امسك هالخلوي تك 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 هايو، ولا هو فاهم إشي. من وين أجت المعلومة؟ والله ما بعرف. هايو شو هذا؟ هذا جزء ابن سعدان. هايو يا شيخ ابن سعدان. وشو سعدان هذا؟ شو بعرف بشو سعدان؟ انا بعرف لك شو سعدان. خلاص ايوه موجود هذا الحديث في ابن سعدان. ابن سعدان والله بدك تساعدنا انت. طب هذا في الجعديات يا شيخ. واحد جاي هذا في الجعديات. شو الجعديات هاي؟ ما بعرف. هيو في الشام اللي طلط لك اياه جعديات. هيا كلها جعديات ورا. والله بدي لبسك جعد. بدك جاعد ونعطرك لانه ريحتك طالعه. مش عارف الجعديات من جزء ابن سعدان بس بتعرف الشامله. احنا مش ضد الشامله بس الاصل هو الكتاب. فمبلغ علمنا يا جماعه اصبحنا نجهل باسم الدين. فاصبحت الكتب لا تفتح. مكتبات في الجامع في المسجد مكتبات تضم الوف الكتب لا تفتح. من الفرشة للورشة. وإذا عندنا وقت بنفتح على إيش؟ على الفيس تيس أو يوتيوب بوب أبصر إيش؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. استيقظوا من سباتكم، أقبلوا على العلم. وإياكم أن تقولوا هذا علمنا فيسلط علينا من لا يرحمنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل إلى الحديث التالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. إذن هذا هو الضابط في المجلس، هل هو مجلس خير أم لا؟ الضابط أنك ذكرت الله فيه أم لم تذكر. طيب ما هو مقياس المجلس الفاضل من المفضول؟ كثرة ذكر الله فيه. كلما كثر ذكر الله زادت فضيلة هذا المجلس. أما بتقعد معاه خلينا نتحاسب بالله ساعتين وهم يتحاسبوا على القرش آخر إشي لا يذكرون الله أو يتبادلوا أطراف الحديث ولذة المجلس. لا يوجد تعب لا في العلم. جمعنا مجلس قبل فترة فسأل أحدهم عن حديث فقلت نعم هذا الشيخ الألباني يصححه وعلى الغالب في صحيح الترغيب والترهيب. وكان عند الأخ مكتبة صغيرة لكن فيها كتاب
قلت له في الكتاب. نط واحد من الجالسين قال يا شيخ شو كتاب؟ هاي المعلومة فعلا كلامك صحيح. ايه عمره 20 سنة. هاي ها هاي صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رقم كذا. ما خلناش نفتح الكتاب. ليش تفتح الكتاب؟ هاي ها خلص اللي انت ذاكره صحيح كذا. يعني طب خلينا نفتح الكتاب. شو خسران انت؟ شو خسران؟ قال هاي يا شيخ هاي ما خلص. مجالس لا تشجع في طلب العلم. طب يا جماعة مين اللي أنشأ لنا البي دي اف والنت؟ أليس غير العرب غير المسلمين؟ طيب اطلع في الطائرة إذا ربنا بكرمك بتسافر وشوف واحد منهم هذول اللي مسافر وقاعد جنبك هذول أبو التكنولوجيا بتلاقي ماسك كتاب. أبو التكنولوجيا ماسك كتاب وانت اللي سلامة سلمك والكتب عندك مش راضي تفتح كتاب. طب شو معناته؟ انه هذه وسيلة لتجهيلك. طيب ايطاليا اعلنت ايام الكورونا لم يبقى كتاب في مكتبة. ايام مساو حظر وحبسوا الناس في بيوتهم اعلنت انه لم يبقى كتاب في مكتبة الا وبيع. طب ما هم هذول ابو التكنولوجيا وابو النت وابو الفيزفت وابو اليوتيوب وكل اللي بدك اياه واشياء لسه ما سمعناش عنها. ومع ذلك ما تركوا الاصل. انت حضرتك مكتبة امانة العاصمة فيها بحوالي 55 شو فيها بحوالي 500,000 دينار كتب. والله ما انت ما بتعرف وين مكانها. يا شيخ بعرفها هاي عسكونها بصريه. شو دخلتها؟ لا والله ما دخلتها. مره دخلنا رحنا شمت هواء المدرسه اخذتنا واحنا صغار. مكتبه الجامع يا شيخ والله مليانه غبره فعلا. والله ما هذا استيقظوا من سباتكم رجعوا الى ربكم اقبلوا على العلم تعلموا وعلموا الناس ابتعدوا عن هذه الدنيا التي فيها مشغلة. ابتعدوا عن هذا الشيء التافه الذي يشغل الناس عن العلم. نسأل الله أن نحيا على العلم وأن نموت على العلم. الحديث الأخير وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبي فيه إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ماذا يترتب على هذا صاحب الدنيا؟ يخشى أن يعذب أنه يجلس مجلس لا يذكر الله فيه. نحن لا نتكلم عن مجالس المعاصي، نتكلم عن مجالس الطاعات أو الغفلة. الغفلة أن تبتعد عن الطاعات في المجلس، ولا نتكلم عن مجالس المعاصي. يا جماعة أهل الدنيا يقسون قلبك، يقسون قلبك. احرص على مجالسة أهل الديانة والاستقامة والله يذكرونك في الله. أما أهل الدنيا قديش عمرك؟ عمر 22 سنة. أوه أنا قدك يا رجل. كنت أداوم في المصنع 16 ساعة سن الشباب. يلا روح داوم. إيش 16 ساعة؟ لا حول ولا قوة. بدل ما تقول لي وأنا في سنك كنت أطلب علم 16 ساعة، جاي تقول لي كنت أداوم للدنيا؟ بكفيش هلكنا بسببك؟ تريد أن تهلك أولادنا. إذا أجع الصلاة جاي متأخر لي ركعة. ليش؟ من كثر ما هو تعبان للدنيا. كيف أنت وطلب العلم؟ والله لا طلب علم ولا لمصلحة. أو أنا إذا لحالي بقرأ وبفهم غلط هذا لسه في مصيبة ثانية. بيقرأ ايش؟ واذا قرأ بفهم غلط لانه في بعد عن المشايخ. هذه لسه مصيبة ايش؟ مصيبة ثانية. هو بري في بعد عن اهل العلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الرواية الاخيرة وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا
لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. الله أكبر، مجرد الاضطجاع ولا تذكر الله كان عليك حسرة وندامة يوم القيامة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نسأل الله عز وجل أن نحيا على ذكر الله وأن نموت على ذكر الله وأن يتقبل منا ومنكم، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.